ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. نشر موقع اليوم السابع انفوجراف: ازاي هيمتحن طلاب الثانوية العامة في زمن كورونا. وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات احترازية لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم 7 يونيو المقبل. واليوم السابع بيقدم في الانفوجراف التالي تفاصيل تأمين اللجان والامتحانات وكيف يؤدي الطلاب الاختبار في ظل كورونا. التقييم المعتمد وفقا للقانون هو إجراء امتحان موحد على مستوى الجمهورية. يؤدي الطلاب امتحاناتهم في ظل كورونا بعد تعقيم اللجان، توفير أدوات وقائية وصحية للطلاب داخل اللجان. من الصعب مد وقت الامتحان أو تقسيمه على فترتين لأن الامتحان موحد. لو تم اكتشاف إصابة طالب بمشكلة صحية أو ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية. إبلاغ رئيس لجنة سير الامتحان لتحرير محضر للطالب. يستطيع الطالب دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة دون نقصان. حال ظهور أي أعراض على ملاحظ أو مراقب داخل اللجنة، سيتم إعفائه من الملاحظة واستبداله بآخر. لن يدخل الطلاب بشكل عشوائي للجان، ولكن يتم السماح للطلاب بالوقوف طابور خلف بعضهم بشكل متباعد. تطبيق إجراءات صحية مثل قياس درجة الحرارة باستخدام كاشف. دخول الطلاب إلى اللجان سيتم بمعرفة المسؤولين عن لجان سير الامتحان والأمن الإداري للجان، إضافة إلى أفراد الشرطة. يجب على الطالب الاهتمام بصحته ونظافته الشخصية والتواصل مع الوزارة بشكل مباشر للإبلاغ عن أي أعراض خلال الاختبارات.